المفروض سائق المركبة يلتزم، يعني نشوف للأسف الشديد وإن كان مغلق المسار الأيمن من الشارع. شوف هسه كليتها توجهت فيما يخص موضوع المسار الأيمن من الشارع، وإحنا هذا الموضوع دائما ما نتكلم عنه، خلي ننتبه إلى نهاية الشارع مصورينا ياخذوننا بهذا الاتجاه، إنه إخوان غلق المسار الأيمن من الشارع هو مخالفة. وبعيداً عن المخالفة إحنا دا نتكلم عن حالة إنسانية، اللي يروم الذهاب باتجاه آخر راح أنت تعرقله، فإحنا نتمنى يكون هناك نوع من التعاون مع سائقي المركبات مع أخوانهم رجال المرور لغرض عدم المخالفة. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. شنو مخالفة الأخ؟ مخالفة الأخ أنه أخذ مسار غير صحيح. نعم. هو ضايق السير من الجهة اليمنى اللي هو دائما خط السير يكون لازم مفتوح. نعم. أي. دائما ما نشوف هذه المخالفات. المخالفة موجودة، يقول لك أنا مستعجل وأني بحالة طالع عندي وأني يطلع أعذار، يعني حاله ماله أنزل الله عليه. سنويتك أخي العزيز. شنو الإجراء القانوني تتخذوه بحق الفرض بحق الغرامة في سبيل عدم تكرار المخالفة؟ أكيد. نصيحتك لأخوانك سائقي المركبات ومستخدمي الطريق اللي يتخذون مسار آخر ممكن يسبب عرقلة لحركة السير والمرور. وهذا مو صحيح، أنا مو يعني إنه يغلق يعرقل الطريق مو يا. نعم. بس الصهريج كان نعم. بصفي ورأسا شغل الشارع حول يمين، فما نعم. عندي خيار إلا إنه أوقف. إحنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية، وغايتنا نشر الوعي والثقافة المرورية. انت كسائق مركبه المفروض تكون عندك حسابات بالشارع عم تجنب نفسك المخالفه، تفضل هذه المخالفه وان شاء الله ما تتكرر هذه المخالفه. شكرا جزيلا.